ما زال بيشرفنا وجود أبونا الحبيب أبونا كيرلس مقار، وكنا توقفنا أبونا عن الكرازة، كيف تكون الكنيسة كارزة وكيف يكون الظهورات بتاعة السماء اللي بتنفتح على الأرض وتدينا من بركاتها دافع أقوى لتنفيذ رسالة الكتاب المقدس ووصية ربنا يسوع المسيح كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. في الحقيقة إنه الكرازة مش بس مسؤول عنها الآباء رجال الإكليروس، رجال الإكليروس اللي هم اللي بيلبسوا أسود يعني كده، الأساقفة والكهنة والرهبان والمكرسين تصونات، لا الكرازة بينطبق عليها الآية بيقول يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. فكل إنسان مسيحي بعمله الكويس معاملاته الحلوة بيكون شكل من أشكال الكرازة أو الغير المبشرة للمسيح، وبيكون ده بيعكس عمل المسيح في حياته. ناس كتيرة تقول لك إيه ده؟ ليه فلاني يعني عنده الصفات الحلوة والأخلاق الحلوة دي؟ أيوة. فبالتأكيد الناس بتتساءل، وبيبقى فيه أكيد بيصلوا لدرجة من درجات إنه النعمة اللي موجودة وعمل الله اللي موجود في حياته هو اللي خلاه بالشكل ده. ده كرازة على مستوى كل فرد، لكن بعض الأفراد يمتلكوا حاجة أكتر من كده، عندهم معرفة عندهم علم، فيقدروا يطبقوا الآية اللي بتقول كونوا مستعدين في كل وقت لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وفي الحقيقة دي بتخاطب الآية كل إنسان، مش إنسان المتخصص بس، إن أنا أكون مستعد في كل وقت. طيب وإذا كان واحد مش عارف في الأحوال اللي كان كتير الاستشهادات المؤخرة كتير اللي حصلت في العصر الحديث، ويمكن البعض يتساءل يقول لك طب أنا شخص بسيط، أنا ما تعلمتش، ما عنديش مقدار من العلم. لا، الروح القدس اللي جواك هيرشدك وهيثبتك وهيخليك تقول كلام أنت مش مستعد لي، وهيديك حالة من حالات الثبات النفسي اللي الناس كلها لما بتشوف يقول لك لا ده مش عمل إنسان ده، إنما جزء في عمل النعم. بيقول الروح القدس البسيط في طبيعته. ده صحيح في القداس الكيرلسي. أيوه. موجود البسيط. أيوه. في طبيعته. أيوه. صحيح. والقوي في أفعاله. في فعله. صحيح. وده اللي شفناه مثلا في الشهداء ليبيا 21. حالة الثبات اللي موجودة فيها دي مش الحالة الطبيعية للإنسان مقبل على أن يواجه الموت، إنما دي حالة من حالات النعمة بتسنده بتقويه وبتخليه في هذه الحالة من الثبات، بل مش الثبات وبس، وبتصل لحالة من حالات الفرح. صحيح. إن هو هيقدم نفسه وبيتحول لنموذج للكرازة بعد كده. فعلا بيتحول بالشكل ده لنموذج واضح للكرازة، وهيبقى فيه علامات استفهام كتيرة قوي الناس كلها هتقولها. صحيح. من أين لهم بهذه الحالة اللي هم عليها الهادئة والفرحة، وبالتالي هم ممكن ما يتكلموش لكن بأعمالهم يكرزوا، وممكن أن الظروف تسمح ويدخلوا في مناقشات. صحيح. وأقوالهم أيضا تكون سبب تثبتها في أفعالهم كمان. على الأقل أنه أحرك الصخر أو الحجر، يمكن مش هغيره لكن أحرك شوي. أبونا كيرلس إحنا فرحانين قوي بوجودنا معاكم وفي وسطكم، أبونا بشوي وأبونا جرجس وقدسك، يعني ما تتصورش قدسك قد إيه تباركنا وقد إيه عشنا المناسبة والفرحة معاكم. وفي الآخر زي ما طلبت من الأباء أطلب من قدسك كلمة برضو لكل اللي بيشوفونا النهاردة، إزاي نحيي هذه الفرحة في بيوتنا وفي حياتنا وفي علاقتنا بالسيدة العذراء. هو كلمة إن إحنا أدام بنحب العذراء وليها معزة عندنا، يبقى كما سلكت العذراء نسلك نحن أيضا. العذراء ما كانتش بتتكلم، لكن في آية بتقول، الآية دي اتكررت مرتين، كانت تخفي كل هذه الأمور في قلبها. العذراء كان قلبها مليان أحداث، مليان إيمان. ما فيش كلمات كتيرة للعذراء في الإنجيل غير كلمات بسيطة زي ما قالت الخدام في عرس قانا الجليل، كل ما يقول لكم افعل. في تسليم وإيمان قوي ومحبة بلا حدود. عاوزين إن احنا نبص للعذراء في صفاتها الحلوة ونحاول نطبقها. كتير مع الأسف بيبحثوا عن المعجزة وبيطلبوا القديسين عشان المعجزة، لا احنا عاوزين تكون القديسين في عشرة وشركة معاهم عشان نمشي بالصفات بتاعتهم، وزي ما هم سلكوا في حياتهم نحاول احنا ايضا ان احنا نسلك. بعض الناس تقول لك دول قديسين، ابدا، الله بيعطي لكل واحد نعمة الروح القدس اللي تسندنا وتخلينا نسلك في طريقهم. يمكن ما نوصلش نفس درجة الكمال اللي وصلوا لها، لكن هنوصل لشكل نسبي يرضى الله
ويرضي القديسين اللي احنا بنتشفع بيهم. ورجعنا ان ربنا قال لصاحب الوزنتين زي ما قال لصاحب الخمس وزنات، خمس وزنات يعني ادخل الى فرح سيدك، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. بشكرك يا ابي، نورتنا. احنا بنشكركم واهلا بيكم واسعدتونا خالص بوجودكم النهارده معانا. شكرا خالص. الشكر لابونا الحبيب ابونا كيرولوس مقار كاهن كنيسه السيده العذراء بالزيتون.